لكن هنا في التواصل مع أولياء الأمور لدي إشارة خفيفة سجلوها. هناك ثلاث مواصفات في التواصل. تواصلنا مع الآباء ومع الأطفال ومع الطلاب ومع الأساتذة ومع المعلمين فيه ثلاث مواصفات. أولا أن يكون تواصلا إيجابيا. مرحبا. أن يكون تواصلا إيجابيا، لا يكون تواصل سلبي فيه نقد جارح مهما حصل مهما كان، تواصل إيجابي. أن يكون تواصلا دائما، لا يكون منقطعا. اليوم أتواصل غدا لا أغلق المكتب، نعم أتواصل دائما. إذا قلنا تواصل إيجابي، تواصل دائم. أخيرا وهذا مهم جدا، أن يكون تواصلا هادفا. تواصل هادف يعني أتكلم في الموضوع ثم السلام عليكم، لا أكثر في الكلام والنقاش والأشياء الجانبية وناسة، لن أصبح مديرا، فأصبح شخص لدي مكتب فيه فضفضة. وصل؟ وهذه هي نفس المواصفات التي تكون ما بين الأساتذة والأستاذات أو المعلمين والمعلمات، لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان التواصل بين الصحابة والصحابيات في هذه الأمور كان إيجابي، كان هادف، كان هادف. ثم كان في المواصفات الأخيرة هي الثالثة، هي أنه كان ليست هناك خلفيات، كانت فترة سليمة في التعامل في التواصل. هذه غير على جانب. الزيارات الصفية، الزيارات الصفية معناها أنني كل يوم أختار معلما معينا أو صفا دراسيا معينا، ثم أدخل لذلك الصف وأجلس وألاحظ وأسجل الملاحظات، أجلس خمس دقائق نصف ساعة حسب ما أتيح لي، لكي ألاحظ وأتابع عمل الأستاذ وأسجل ملاحظات. عندما ينتهي الدوام أنادي عليه ثم أناقش معه الملاحظات من أجل التطوير، ليس من أجل النقد الجارح، من أجل تحسين العمل. الزيارات الصفية تدخل في أي إطار في وظائف الإدارة؟ المتابعة. يوميا أختار أستاذ واحد وأتابعه، غدا أختار أستاذ آخر، وهكذا. ودائما أخبرهم أنني أزوركم في إطار تحسين العمل، تطوير المستمر، ليس من أجل التفتيش أو النقد. متابعة المهام الإدارية، كلفت النائب بمهمة معينة، كلفت الكاتبة أو الكاتب بمهمة معينة، فأتابع ماذا فعلت أنت هنا، أرسل لي كذا، إلى غير ذلك. حل المشكلات الطارئة، طفل اصطدم بجدار مثلا أو شجار أو أي إشكال معين، فالمدير هو مستعد لهذا العمل. بطبيعة الحال المدير لديه برنامج عمل، لكن تأتي أشياء طارئة فيبدأ في الاشتغال في الطارئ حتى يعود لأعماله المنوطة به بعد ذلك. توجيه التلاميذ والموظفين، المدير يوجه الحال أو من ينوب عنه دائما. حينما تقوم بزيارة صفية فإنك تسجل ملاحظات، إذن بعد ذلك ستوجه الموظف. تحفيز الموظفين، سوف يقول قائل أو نحفز الموظفين بشكل يومي؟ أقول نعم. التحفيز نوعان، تعرفون قصة والدود نوعان؟ لا تعرفونها؟ قصة والدود نوعان لا تعرفونها؟ جميل، سأحكي لكم قصة طريفة. طفل لا يدرس جيدا في المدرسة، لكنه لديه معلومات غزيرة عن الدود،
فكلما طلب منهم الأستاذ في المدرسة أن يكتبوا إنشاء فكان يتكلم دائما عن الدودو والدودو في الأرض والدودو نوعان. ففي أحد المرات قال لهم اكتبوا إنشاء حول الأشجار، فقال الأشجار عالية وهي لها جذور والجذور في التربة والتربة فيها دود والدود نوعان، وأكمل يتكلم عن الدود. في المرة أخرى قال لهم تكلموا عن حيوانات أليفة التي تعجبكم في البيت، فقالوا لدينا قط جميل، يذهب إلى الحديقة الخلفية يحفر الأرض، الأرض فيها دود والدود نوعان، ثم يكمل الحديث عن الدود. في مرة أخرى الأستاذ قال سوف أضربه في مقتل، فقال له تكلم لنا عن الطائرة في الإنشاء، فقال الطائرة كبيرة جدا، فحلقت الطائرة وبعد ذلك نزلت هبطت إلى الأرض والأرض فيها تراب والتراب فيه دود والدود نوعان. أنا أقول والتحفيز نوعان. هناك تحفيز مادي وهناك تحفيز معنوي. نرجع رجوع خفيف إلى صاحب النظرية العلمية، المدرسة العلمية في الإدارة، من هو؟ فريدريك تايلور. تايلور يؤمن فقط بالتحفيز المادي، يؤمن بالتحفيز المادي، يقول بأن الموظف نعطيه نقود سوف يشتغل، لا داعي أن نبتسم ولا أن نتعامل معه ولا أن نتواصل معه. المهم الأصل حاليا التحفيز نوعان، تحفيز مادي وتحفيز معنوي. أنت كمدير ليس في استطاعتك أن تحفز الموظفين ماديا، كيف تحفزهم؟ معنويا، بالابتسامة، بالتعامل، بالرأفة في بعض الأحيان إلى غير ذلك. لكن هذا التحفيز يكون يوميا، مثل لأن الإنسان مثل النبتة، النبتة يجب أن تسقى يوميا، لا يكفي أن تسقى النبتة مرة في السنة وانتهى الأمر. فهمتم؟ جميل. أمر أخير، أعمال مكتبية. المدير يجلس في المكتب في بعض الأحيان ولديه صادرات، واردات، تقارير، مراسلات، تخطيط، تنظيم، أشياء يكتبها إلى غير ذلك. إذن فالمدير لديه مهام يكون جالسا في المكتب، بعض الأوقات يخرج وهكذا يتحرك، ومهامه خليط ما بين الجلوس في المكتب والميدان. هذه الأمور واضحة؟ الحمد لله. إذن قسمنا مهام المدير إلى بالتقسيم التالي، مهام يومية، ثم مهام أسبوعية، شهرية، موسمية، سنوية. تحياتي. في الحقيقة لا داعي للامتحان، أنتم ناجحون. شكرا. إذا نتوقف عند هذا الحد، نصلي، نتناول وجبة الغداء، ثم سنلتحق لكي نكمل. معذرة أكثرنا عليكم، أتمنى أن تكونوا متعبين، أريدكم بعد الغداء نشيطين إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمعذرة مجددا، معذرة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعد أن ملأنا البطون نملأ العقول. إذن على رأس بركة الله نكمل برنامج هذا اليوم الذي كان حافلا ومركزا، نظرا لأننا اشتغلنا يومين في يوم واحد. أحس أن التعب قد نال منكم وبلغ منكم مبلغه، لكن اصبروا، بقيت فترات قليلة إن شاء الله وسوف ننتهي إن شاء الله تعالى.
أتمنى صادقا أن تكون الأشياء التي درسناها في الصباح يعني مفيدة وممتعة في نفس الوقت. أتمنى أن تكون معلومات دقيقة ومحددة ومنظمة، وأتمنى التوفيق للجميع. إذن في الصباح الحصة الأولى ماذا درسنا؟ أول حصة درسنا خصائص الإدارة، خصائص والمميزات وإلى غير ذلك. بعد ذلك درسنا تاريخ الإدارة. إذن درسنا أمرين، خصائص ومميزات الإدارة ثم تاريخ الإدارة. بعد ذلك انطلقنا إلى وظائف الإدارة. كم عدد وظائف الإدارة؟ كم؟ خمس. من يعيدها على مسامعي؟ سأختار إخوان الذين لا يتكلمون. لماذا؟ أستاذ، وظائف الإدارة: تخطيط، تنظيم، إشراف، متابعة، تقويم. جماعة: التخطيط، ممتاز. من خلال وظائف الإدارة استنبطنا مهام المدير وقسمناها إلى مهام سنوية، موسمية، شهرية، أسبوعية، يومية. بدأنا باليومية ووصلنا إلى أعمال مكتبية. الآن المهام الأسبوعية. أولا وضع خطة العمل الأسبوعية. خطة عمل يعني برنامج خفيف. أنا يوم الاثنين عندي كذا، يوم الثلاثاء عندي كذا، عندي لقاء يوم الجمعة في كذا، وهكذا. تضع عناوين كبرى، التفاصيل لا تكتبها. لقاءات وثائق يجب أن تملأ، تقارير إلى غير ذلك. لأن الذي لا يشتغل ببرنامج يشتغل بشكل عشوائي، هذا خطأ. عقد مجالس المؤسسة نعني بها اللقاءات. عندكم لقاءات أسبوعية أم شهرية أم وين؟ إن كانت لديكم لقاءات أسبوعية اكتبوها في مهام أسبوعية، إن كانت شهرية اكتبوها في شهرية. إعداد تقارير اللقاءات، بمعنى حينما أنتهي من اللقاء يجب أن يكون لدي تقرير، إما أن أكتبه أنا أم أكلف، أو أكلف سكرتيرة أو سكرتير أو أكلف النائب. المهم أن يكون لدي تقرير عن بعد نهاية اللقاء، لأننا عند نهاية اللقاء سوف نمر إلى الفعل وسوف ننسى، لذلك سنكتب ما تم الاتفاق عليه. إعداد المذكرات الداخلية، نعني بالمذكرات الداخلية هي تلك الرسائل التي أعطيها للأساتذة حتى يطبقوا قرار معين. مثلا نخبر الأساتذة على أن الأسبوع المقبل لدينا مثلا نشاط رياضي، فأكتب المذكرة أعطيها للأساتذة يقرؤونها ثم يوقعون على أنهم في علمهم ذلك الأمر. نحن نسميها مذكرات داخلية، ماذا تسمونها أنتم؟ إشعار. إعداد المراسلات للآباء، فبعض الأحيان نريد أن نخبر الأب بشيء معين، أنه لم يؤدي الثمن واجب الشهري، أو أن ابنكم الشهر المقبل أو الأسبوع المقبل عنده خرجة ترفيهية، أو نحن مقبلون على اختبارات أو شبه القبيل. ذلك الإخبار للآباء مرة في الأسبوع المدير يعده أو من ينوب عنه. طيب حل أي مشكلة وقع في المؤسسة، من المسؤول؟ ولكن النائب هو الذي أخطأ، نائبي هو الذي أخطأ،
إذا هو المخطئ أم أنا؟ هو مخطئ، من يتحمل المسؤولية؟ المدير. لذلك أنت لديك مجموعة من الناس تفوضهم، تعطيهم تفويض، لكن إذا لم يقوموا بعملهم عليك أن تقوم به أنت. الآن نمر إلى مهام شهرية، مهام نقوم بها مرة في الشهر. وضع خطط العمل الشهرية، أي البرنامج الشهري. طب الحال ستقولون لي البرنامج الشهري من أين أخذه؟ تأخذه من البرنامج السنوي، والبرنامج السنوي أنت قد وضعته في أول السنة عندما كنت تخطط لبداية السنة، وأخذناها من وظيفتي، وظائف الإدارة، وظيفة التخطيط. لاحظوا الأمور مترابطة فيما بينها. حينما تشتغل بشكل منظم في البداية الأمور تأتي تباعا وبشكل متسلسل. إذا تضع برنامجك الشهري، بعد ذلك تعد تقرير الشهري للغياب والتأخر. يحصل غياب عندكم أليس كذلك؟ يحصل تأخر، أنت يجب أن يكون لديك إحصاء شهري للغياب والتأخر. يصعب أن تقوم بذلك في يوم واحد، لذلك ستقوم بالعملية يوميا. يوميا تعرف من تأخر ومن تغيب، في آخر الشهر تجمع ذلك في تقرير واحد يسمى تقرير شهري للغياب والتأخر. أنت كمدير كما قلنا يجب أن يمر كل شيء تحت ناظريك، وهذه عملية إعداد التقرير تدخل في أين؟ أين تدخل؟ في وظائف الإدارة، في المتابعة. متابعة، أتابع. نحن خططنا على أنه لن يكون هناك تأخر أو غياب، لكن حصل، سأتابع وأصلح، ثم أخبر الهيئة التي الأعلى لأن عدد الحضور اللي عندي، عدد الغياب إلى غير ذلك. إعداد تقارير الأنشطة، تقومون بأنشطة أليس كذلك؟ نعم. حينما أنتهي من نشاط أعيد تقريرا حول النشاط، تقرير فيه تاريخ والمكان والزمان والمناسبة، ثم البرنامج الذي طبقناه، ثم إيجابيات ثم سلبيات. الإيجابيات كي نحافظ عليها، السلبيات حتى نتجاوزها مرة أخرى. ثم مثلا هذه السنة قمنا بنشاط، مثلا قمنا بنشاط رياضي، السنة المقبلة نريد أن نقوم بنشاط رياضي. عملية سهلة، نعود إلى التقرير ونعرف الهفوات التي كانت حتى نتجنبها. إذن دائما التوثيق دائما، ويكون الأمر سيستماتيك بشكل نظامي يتكرر ومتسلسل، وهذه الطريقة يسهل عليكم العمل. أنهيتم؟ مهام دورية أو موسمية، يعني مهام نقوم بها في الدورة أو بعد شهرين أو ثلاث أشهر إلى غير ذلك. إعداد تقارير الأداء التربوي، يستحسن أن تقارير الأداء التربوي أن تكون مرة كل ثلاث أشهر. ما معنى تقارير الأداء التربوي؟ يعني تقارير أداء المعلمين والأساتذة، مستوى أدائهم، هل هو عالي أم منخفض، ماذا يحتاجون، تكوين معين في أي مجال يحتاجون إلى غير ذلك. في اليوم الخامس سأعطيكم نموذجا لتقييم الأداء، سيصبح عندكم الأمر سهل. تدخل عند الأستاذ، عندك شبكة فيها مجموعة من النقط، أنت سوف تكتب فقط رقم 1 2 3. مثلا اللباس الهندام، مثلا ضبط الصف، الطريقة البيداغوجية في التدريس. فهمتم؟ سأعطيكم ورقة سهلة جدا، تملأ في دقيقتين أو دقيقة، وبالتالي ستسهل عليكم الأمر إن شاء الله. تسليم الشواهد، تسلمون الشواهد
للأباء شهادة مدرسية، عندكم هذا المصطلح؟ شهادة بأن هذا الطفل يدرس عندنا، ما تسمونها؟ تقرير عن كشف الدرجات، هذه شهادة تسلم. الطفل غادر من المؤسسة، نعطيه شهادة مغادرة مثلا بأنه غادر إلى غير ذلك. فهذه العملية مرة مرة، ليس دائما، حسب الظرف. تنقيح وتنظيم فعالية الاختبارات، لا عندكم اختبارات امتحانات؟ نعم. الامتحانات من يكتبها؟ من يكتب الامتحانات عندكم؟ الأساتذة. نعم. من ينقح ويصحح؟ والمدير. إذن نحن سميناها تنظيم وتنقيح فعالية الاختبارات. ممكن أن يكون هناك مؤطر أو مفتش يصحح، لكن ضروري أن يمر الاختبار من تحت يد المدير. تنقيح وتنظيم فعاليات الاختبارات. التواصل مع الهيئة الوصية. الهيئة التي مسؤولة عنكم من هي؟ رابطة المدارس الإسلامية؟ نعم. إذا تتواصلون معها مرة بعد مرة في إطار المشاورات وفي إطار رفع التقارير. مهام، الآن سنأتي إلى آخر شيء، هي مهام سنوية. هذه مهام، أرجع معذرة، الوصية أي المسؤولة، يعني الهيئة المسؤولة. الآن نمر إلى مهام سنوية. هذه مهام نقوم بها مرة واحدة في السنة. في رأيكم ما هي أول مهمة سنقوم بها من خلال وظائف الإدارة؟ التخطيط. صحيح. سأخطط. لماذا أخطط؟ لإجراءات الدخول المدرسي. متى سيلتحق الطلاب؟ متى سيبدأ أول درس؟ من سوف يتسلم هذا الصف وهذا الفصل الدراسي إلى غير ذلك. أعد إعداد جيد للدخول المدرسي الجديد. أعد اللوائح، أعد الأسماء، أعد استعمالة الزمن وجداول الحصص، أعد كل شيء. ملحوظة، نجاح السنة الدراسية يبدأ بهذه العملية، بإجراءات الدخول المدرسي، أي يبدأ بالتخطيط الجيد. 80% من فشل العمل الإداري، 80% يرجع إلى سوء التخطيط. 80% من نجاح المدارس والعمل الإداري والمدرسة تكون ناجحة بسبب حسن التخطيط. التخطيط في البداية حينما يكون كل شيء مخطط له تكون الأمور سلسة وسليمة. أنا بصراحة أعجبني التنظيم الخاص بهذه الدورة، وأخبرتكم في الصباح عن هذه الفكرة، فلاحظتم لا يوجد شيء فيه صدفة، أمور كلها مخطط لها ومضبوطة ومنظمة إلى غير ذلك. تنظيم عملية التسجيل وإعادة التسجيل، فيلتحق طلبة جدد وتلاميذ جدد، ننظم عملية التسجيل، ثم تلاميذ قدامى يعيدون تسجيلهم فننظم العملية. مثلا نتفق على أن الأب حينما يحضر يجلس هنا قاعة الانتظار، ثم لجنة الاختبار هنا، ثم الملف الذي سيدرس هنا إلى غير ذلك. أمور بالترتيب ومنظمة إلى غير ذلك. تاريخ الرد، مثلا أب أراد أن يسجل ابنه، أنا لا أعرف هل هناك مكان شاغر أو لا، لا أعرف مستواه، لا أعرف أشياء كثيرة، فأعطيه موعد مثلا سلمني المعلومات غدا أرد
عليك في الساعة كذا وكذا وهكذا، أتشاور مع اللجنة ثم أخبر ثم إعداد البرنامج السنوي. أين يدخل هذا الأمر؟ في وظائف إدارة، برنامج سنوي، التخطيط. التخطيط، لاحظوا معي المهام السنوية أغلبها تخطيط، المهام اليومية أغلبها متابعة وتنفيذ. لاحظتوا ما هي محتويات البرنامج السنوي؟ سؤال ولكن ربما سيكون محرجا. من منكم يشتغل ببرنامج سنوي؟ لا أحد، لا تقلقوا مني. صعب، صعب جدا وجدا 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 أن تذهب المؤسسة وأن تسير في مسار صحيح بدون بدون برنامج سنوي. صعب جدا. أنا أعرف أن من احتياجاتكم هذا الأمر، وقد أخبرني الإخوة بأن الإخوان محتاجين إلى كيفية التخطيط. قبل التخطيط نتكلم الآن عن برنامج سنوي. البرنامج السنوي هي عملية سهلة، ركزوا معي. يجب أن يكون لدي، متى تبدأون الدراسة؟ شهر 9، شهر شتنبر تبدأون الدراسة؟ في الغالب سبتمبر أكتوبر. إذن أنا من الضروري علي أن يكون لدي برنامج مكتوب مسطر قبل ديسمبر، قبل دجنبر. عملية سهلة. ما الذي يوجد في هذا البرنامج وكيف سأعد هذا البرنامج؟ العملية سهلة. سنضع جدولا بهذا الشكل، اكتبوا معي مباشرة. شكرا. البرنامج السنوي نضع جدول هكذا، دورة فصلين، والفصلين تقسمونهما إلى ماذا؟ أربعة أشهر. أربعة أشهر، وأربعة أشهر عبارة عن فصل. فصل، ذلك الفصل هل تقسمونه أيضا؟ لا يقسم. جميل. إذن تضعون هنا البرنامج السنوي وتكتبون هنا الفصل أو الفصل الأول، حتى نفرق برنامج الفصل الأول عن الفصل الثاني. هذه العملية الأولى. العملية الثانية، ربما لن يظهر الكتابة هنا لكن سأتكلم على العموم. الخانة الأولى تكتبون فيها رقم النشاط، رقم ترتيبي. لماذا رقم ترتيبي؟ حتى نعرف عدد الأنشطة التي لدينا. هنا اسم النشاط، اسم النشاط، هنا الشهر، لأنني لا أستطيع أن أكتب اليوم بالضبط ففقط أقول الشهر. حينما آتي إلى البرنامج الشهري ماذا أفعل؟ أخذ هذه الأشياء متعلقة بالشهر مثلا دجنبر، ثم أقوم بتحديد التاريخ. يكون الأمر سهل لأن من شهر إلى اليوم سهل. إذن الشهر، المستفيدون، من سيستفيد منه؟ هل الأساتذة، طلبة، تلاميذ،
مستوى دراسي محدد الأول أو الثاني أو الثالث، الإداريون أم الطاقم التربوي فقط، فهمتموني؟ تحدد الشريحة المستهدفة. هنا نكتب المكان. هذا النشاط أين سيقام؟ سيقام في الغابة، في القاعة، فهمتم؟ المكان الذي ستقوم به في ذلك النشاط. وهنا ملاحظات. واضح؟ نعطي مثال. رقم كم هنا؟ واحد. اسم النشاط خرجة ترفيهية أو نزهة. الشهر شهر اثنان مثلا، اثنان هناك ربيع إلى غير ذلك. المستفيدون نعم الطلاب مثلا، جميع الطلاب أو المستوى الرابع أو الخامس حسب ما تريد أنت. المكان سنذهب إلى مصيمارة مثلا. وملاحظات، هذا المثال الأول. المثال الثاني رقم اثنان، اسم النشاط، أعطوني النشاط من غير رياضة. مسابقة ثقافية مثلا، مسابقة ثقافية الشهر شهر أربعة. المستفيدون طلاب المستوى السابع مثلا. المكان القاعة رقم 16، للقاعة الكبرى ولا المسرح ولا مثلا. وملاحظات، تكتبون هذه العملية متعلقة بالفصل الأول ثم الفصل الثاني، تجمعونها، تضعون لها سبيرال مثل هذا، ويسمى برنامج ثانوي. لكن هذه الفكرة، لكن الطريقة كيف، من أين نأتي بهذه المعلومات؟ لا يمكنني أن أقول سأفعل كذا وكذا، لا، يجب أن تكون لدي مجموعة من المعلومات. جميل، هذه المعلومات من أين أخذها؟ أولا أكتبوا عندكم، لكي أضع البرنامج الشريح يجب أن أحتاج إلى معلومات. أولا أن أعرف العطل. لماذا أعرف العطل؟ لماذا يجب أن أعرف العطل؟ لا، لعدم برمجة أي نشاط في العطلة، فهمتموني؟ مزيان، أحتاج معرفة العطل، أحتاج معرفة الأعياد الدينية والوطنية. لماذا؟ لكي أبرمج نشاط في هذا الاتجاه. أحتاج كذلك أن أعرف احتياجات الطاقم التربوي، ما هي الأشياء التي لا يدرسونها، لا يعرفونها بشكل جيد، كي أبرمج دورات تكوينية. فمثلا عرفت أن الأساتذة لا يعرفون كيف يضعون مذكرة يومية، لا يعرفون كيف يتعاملون مع الأطفال المشاغبين مثلا، فأنظم دورة تكوينية في إدارة الصف، دورة تكوينية في إعداد المذكرة الداخلية، وأضع هنا العناوين. إذن أحتاج إلى عناوين ديال الدورات التكوينية التي يجب أن تبرمج. ثم أحتاج إلى معرفة تواريخ الاختبارات. لماذا أحتاج إلى معرفة تواريخ الاختبارات؟ لأن تواريخ الاختبارات يجب أن تكون مكتوبة في البرنامج، فهمتم؟ فهمتموني جيدا؟ يعني البرنامج فيه كل شيء. البرنامج فيه أنشطة، فيه لقاءات، فيه اختبارات، فيه كل شيء. ثم أبدأ أملأ، وفيه تكوين كذلك، أبدأ أملأ الأمور التي أحتاج إليها بتسلسل تاريخي، شهر واحد، شهر اثنان، شهر ثلاثة، شهر أربعة، شهر خمسة، وأملأ. حينما أملأ يمتلئ الورقة، فهذا هو البرنامج السنوي لدي. بطبيعة الحال البرنامج السنوي لا أضعه لوحدي. لماذا؟ لأنني قلنا الإدارة هي تفاعلية معي أساتذة،
فطريقة سهلة. حينما نتكلم عن نكتب هنا ما الأشياء التي سوف نحتاج إليها. نحتاج إلى أنشطة، اختبارات، لقاءات، تكوين. لاحظتم؟ هذه أربع أشياء هي التي سوف نكتبها هنا. جميل. الأنشطة، من أين سأعرف الأنشطة؟ من عندي الأساتذة. أساتذة، إذا الطريقة سهلة، سأذهب عند الأساتذة، أعطيهم ورقة فيها هذه الأشياء، وأقول لهم أعطوني في كل فصل نشاطين. مثلا إن كان لديك 8 أساتذة، إذا كم نشاط سيكون لديك في الفصل؟ 16 نشاط، يعني 4 أشهر 16 نشاط، يعني تقريبا 3 أنشطة في الشهر. فهمتم؟ إن فتحتم الباب ستأتيكم أنشطة بغزارة جدا ولن تستطيعوا أن تنجزوها. لذلك حدد له، إما أعطيني نشاطا واحدا أو أعطيني نشاطين مثلا. يعطيك الأنشطة فتكتبها هنا مباشرة. الاختبارات، الإدارة العليا تعطيك تواريخ الاختبارات، تكتبها مباشرة، تكتبها بتسلسل تاريخي زمني، يعني شهر واحد ثم اثنان وهكذا. اللقاءات، أنت تبرمج لقاءات مرة في الشهر أو شو متقابل، تكتبها. ثم تكوين، تتشاور مع الطاقم التربوي والأساتذة وتقول لدينا تكاوين، سوف نعقد هذه السنة 4 تكاوين، سوف نعقد هذا في شهر كذا وهذا في شهر كذا، موافقون؟ نعم موافقون. ثم تملأ الخانات. حينما تنتهي لديك برنامج سنوي. عملية سهلة، جميلة، منظمة لعملكم، وسترتاحون. لن ترتبكوا ولن تتسارعوا في إجراء أنشطة، ولا لا، كل شيء مكتوب وتحينه في حينه. مثل هذا، هذا تكوين. تكوين لا، التكوين فورميشن، دورة تكوينية مثل هذه، لأن التكوين تدريب، التكوين المستمر موسمية. أنا شخصيا أميل أنها تكون شهرية، لكن حسب النقاش مع الطاقم إن كان لديهم حماس واستعداد اجعلها شهرية. أكثر من شهر صعب، سيتعبون. شهر فما فوق، شهر أو شهرين أو 3 أشهر ما في مشكلة، يعني مرة في الشهر بمعدل ساعتين أو 3 ساعات في الشهر في يوم واحد. فكرة واضحة؟ بهذا الشكل تضعون برنامج سنوي، والبرنامج السنوي عبارة عن خريطة طريق يوضح لك الطريق إلى أين تتجه. وحينما تكون الرؤية عندك واضحة إلى آخر السنة تكون مرتاح وتحس بالقوة وتنجز أكثر. إذن هذه مهام سنوية تدخل في إطار التخطيط. إعداد جداول الحصص. معنى جداول الحصص هو استعمال الزمن. التلاميذ يدخلون مع هذا الوقت ويخرجون مع هذا إلى غير ذلك. اللقاء هو اجتماع لأخذ قرارات معينة، أو اجتماع لإخبار الأساتذة بأمر معين. أما التكوين فهو تعليم الأساتذة، نعلمهم قضايا لا يعرفونها. جدول حصص تعرفونها، هو جدول زمني لدراسة التلاميذ. فمثلا هذا المستوى سيدرس لغة عربية من 9 إلى 10، من 10 إلى 11 سيدرس فقه مثلا. هذه تعد متى؟ أول سنة. من يعدها؟ المعلم والأستاذ والمدير ينقح ويصحح. ماذا تسمونها أنتم؟ جدول حصص؟ ها؟ جدول الدراسة.
ندوة الدراسة. إعداد محضر الدخول والخروج. محضر الدخول والخروج هما وثيقتان مهمتان. لماذا؟ في أول سنة مع بداية السنة أعد وثيقة اسمها محضر الدخول. ماذا فيها؟ فيها الاسم، السن، فيها الهاتف والعنوان وتاريخ الالتحاق بالعمل خاصة بالموظفين. هذه وثيقة يثبت الموظف أنه التحق بالعمل في هذه السنة، لأنه ممكن في آخر سنة أن لا يلتحق. فهمتموني؟ ممكن أنا أشتغل ماذا فيها؟ وقت سأعيد. أنا اشتغلت معكم هذه السنة كاملة، انتهت السنة ذهبت إلى البيت، في بداية السنة لم ألتحق بالعمل وأطفأت الهاتف. قانونيا يجب أن أثبت أنا كمدير بأن هذا السيد لم يلتحق بالعمل. فهمتموني؟ لأنه ممكن أن يقع طارئ من الطوارئ، لا قدر الله، طارئ من الطوارئ. مثلا ما مثلا نفترض فقط نفترض صدمته سيارة، فسيقول للناس المسؤولين لقد صدمتني السيارة في العمل أو بجانب العمل أو شيء من القبيل. فما الدليل لأنه ليس معك في المؤسسة؟ ليس عندك دليل. فهمتموني؟ والأول القانوني يجب أن تكون موثقة. ففي البداية تضع وثيقة بأن محضر الدخول هؤلاء ناس التحقوا بالعمل، حضرهم تغيبوا، هذاك موضوع آخر يسجل في حينه. فنكتب في الورقة، نكتب الاسم الكامل للموظف، اسم الكامل، السن، العنوان، الهاتف، المهمة، هل هو معلم أم أستاذ أم أستاذ جامعي أم حارس أم نائب، ثم الهاتف والعنوان، ثم التوقيع، هو يوقع بيدي بأنه راد بأنه التحق فقط. هذا هو محضر الدخول. محضر الخروج يكون في آخر سنة نفس الوثيقة، يوقع بأنه غادر في هذا التاريخ. نكتب كذلك تاريخ الالتحاق، متى التحق، التحق اليوم أم البارحة أم غدا. وثيقة إدارية فقط. مهام سنوية ما زال كينا، تنظيم الملفات. التلاميذ كل تلميذ عنده ملف، أليس كذلك؟ ملف خاص به، فيه وثائقه وفيه اختباراته. فتلك الملفات تبوب وتصنف وتنظم وتكتب عليها، يكتب عليها المستوى الخاص بذلك التلميذ. محضر الدخول حينما يلتحق الأستاذ في أول السنة، محضر الخروج حينما نغادر المؤسسة في العطلة الصيفية. نفس البيانات، فقط نضيف تاريخ المغادرة. عوض تاريخ الدخول نكتب تاريخ المغادرة. إعداد لوائح الموظفين، متى تكون؟ في أول سنة أم في آخر سنة؟ في أول سنة. أنا عندي 15 أستاذا، أبحث عن أستاذ لمقعد شاغر، حينما فأكتب، ثم حينما أجد الأستاذ 16 أضيفه إلى اللائحة، اسمه، سنه، مستوى الدراسي، معلومات كاملة، لأنني بعد ذلك سوف أعطي إحصاء للإدارة، وصية إحصاء بعد الأساتذة ووظائفهم إلى غير ذلك. ملحوظة، في الإدارة كل شيء يوثق، تذكروا هذه جيدا، في الإدارة كل شيء يكتب، واضحة؟ كل شيء يكتب. دخل عندي موظف أسجل جميع البيانات المعروفة عنده، جميع البيانات تكون عندي نسخة. يقولون ما كتب قرر وما ترك فر، ويقولون أيضا الكتابة المعرفة صيد والكتابة قيد، ويقولون أيضا الحبر الضعيف، الحبر الضعيف، اكتبوا هذه، الحبر الضعيف خير
الحبر ماذا؟ الحبر ضعيف خير من الذاكرة القوية، ولو كانت ذاكرتك حديدية عليك بالكتابة. التدوين، أوصيكم بالتدوين ثم التدوين ثم التدوين. إعداد برنامج تدبير المراحل التعليمية، هذا يعني هو برنامج الفصل، كل فصل أنت كمدير تضع برنامج للأستاذ. مثلا الأستاذ متى سيبدأ التدريس؟ هل سيبدأ في شهر 9 أم شهر 10 مثلا؟ أنت ستحدد، لأنه إن بدأ في شهر 9 وأنت ليس في علمك، والمعلم الثالث أو الرابع بدأ في شهر 10، ماذا سيحدث عندك في المؤسسة؟ لخبطة. هذا بدأ قبل وهذا بعد، وأنا لا علم لي بأي شيء. إذن يجب أن تضع مخططا وتقول لهم مثلا في الأسبوع الأول من شهر 9 مثلا سوف نقوم بدعم، مثلا في الأسبوع الثاني من شهر 9 مثلا سوف نقوم بتوزيع التلاميذ مثلا على الأقسام، وهكذا برنامج. الدراسة الفعلية ستبدأ في الأسبوع الثالث من شهر 9 مثلا، أنا فقط أفترض. الاختبارات ستكون في هذا التاريخ، العطلة ستكون في هذا التاريخ. تكتب تلك الأشياء في ورقة تطبعها، تسلم كل شخص نسخة خاصة به. لماذا؟ لتوحيد العمل. إن قلتها مشافهة سوف ينسونها، لكن إن كتبتها بورقة موحدة ووزعتها سيكون العمل منظم. وبالتالي تقول لهم الفصل الأول سنبدأ من كذا، الاختبارات يوم كذا، جمع النقاط يوم كذا، النتائج يوم كذا، حضور الآباء تسلم نتائج يوم كذا، وهكذا. فكرة واضحة؟ واضحة؟ نعم. إعداد إحصاء السنوي، كما قلت كل شيء يكتب، ولذلك أنت كمدير عليك أن تعد إحصاء سنويا. الإحصاء السنوي بعد أن تستتب الأمور في المؤسسة وتستقر، شهر 12 شهر 1 يكون الإحصاء جاهز. عدد التلاميذ الذين عندي، كم من الذكور كم من الإناث، كم لدي من الموظفين، كم من الذكور فيهم كم من الإناث، كم لدي من الأساتذة. فهمتم؟ إحصاء شامل. وأخيرا إجراءات آخر السنة الدراسية، متى تكون؟ في أول سنة أم في آخر سنة؟ في آخر سنة. ترتيبات، تنظيمات، سنقوم بكذا يوم كذا، الاحتفال النهائي إلى غير ذلك. متى نوزع نتائج الدراسية؟ متى سيحضر الآباء؟ ومتى ومتى ومتى؟ إذن هذا مجمل المهام المنوطة بكم كمدراء بالمدارس الأهلية. طبعا حال الإدارة هي سهلة وصعبة. سهلة من حيث أنك تفوض الموظفين لقيام بتلك الأعمال، وصعبة لأن المدير يظن نفسه أنه يقوم فقط بخمس أشياء: تخطيط وتنظيم و إشراف ومتابعة وتقويم. لكن إن فصلنا تلك الأشياء وجدنا بأن بها مهام كثيرة جدا، فهنا صعوبة وهنا سهولة. إن كان لديك طاقم قوي جدا، وهنا تكلمنا قبل قليل عن اليد العاملة الرخيصة، إن كان لديك طاقم قوي سترتاح كمدير وستبدع أشياء أخرى. إن كان لديك طاقم ضعيف ستتعب كثيرا، سوف تشتغل فقط على حل المشاكل، ونحن نريد أن نتجاوز المشاكل إلى المشاريع، نبحث عن مشاريع تربوية وفكرية واجتماعية أخرى نطور بها أداء المؤسسة. الآن لدينا تمرين. قبل التمرين نقوم بلعبة، لأن رأيت أنكم ربما تعبتم. إعداد إجراءات آخر سنة. تعال أستاذ، تفضل تفضل أستاذ، ممكن تفضل أستاذ.
تفضل. نعم سنجري لعبة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. بودي أخبركم بأنه سيكون معنا بعد صلاة العصر مباشرة نائب حاكم المنطقة، ونرجو من الإخوة قربته ولا يتكلم. جيد. بودي أعلن لكم أيها الإخوة سيكون معنا بعد صلاة العصر مباشرة نائب حاكم المنطقة عبد القنا محمد، فبعد ما نصلي ننتقل إلى القاعة إن شاء الله تعالى، ونطلب من الجميع الحضور وعدم الانصراف، لأن كما تعرفون نريد يعني الحكومة في المنطقة شاركت في دعم هذا البرنامج، ونيابة عن حاكم المنطقة يأتي هذا الأخ ويكون معنا إن شاء الله، وإن شاء الله سنحاول أن لا نطول المدة التي سنكون في هذا المكان. أرجو عدم الانصراف. أستاذ علي، أنا متأكد بل متيقن سيحضرون جميعهم لأنهم متميزون. لا أعرف هل أنا الأطول أم أنتم الذين أصبحتم قصار. مرحبا، لدينا لعبة كالتالي. ستختارون قناة من القنوات التلفزيونية، نختار سواحلية أم إنجليزية أم عربية. عربية، قناة عربية. حينما أضع بيدي سوف تبدأ القناة في الاشتغال. تمرين واضح؟ بمعنى حينما أضع يدي هكذا سوف تبدأ تتكلم. ابدأ بمضمون القناة التي اخترتها. نعم، أي قناة تختار؟ الجزيرة الوثائقية أم الإخبارية؟ إخبارية. تحياتي. كان علينا أن ننادي على المذيع الكبير لكنه في سفر الآن، لقد ذهب إلى كينيا، دعه إنه هناك. قناة الجزيرة عندنا الوثائقية. نعم جميل. ستتحدث عن براري كينيا وتنزانيا. مرحبا. إذن الجزيرة الإخبارية، الجزيرة الوثائقية، العربية الإخبارية، سبيستون. لا عربية. قناة الرسوم المتحركة. رسالة. جميل. نبدأ. حينما أضع يدي تبدأ القناة في الاشتغال، أنزع يدي تصمت. جهزوا أنفسكم، جهزوا حالكم، القنوات ستبدأ الآن. قناة صامتة. لا انظر هناك، انظر هناك. أكمل. لقد سلمت قبل الآن. تمرين كالتالي، من تلعتم سوف يغادر.
تلعثم يعني تلكأ في الكلام. شكرا. هذا المذيع دائما بسم الله الرحمن الرحيم لا تبدأ. لقد بدأت القناة منذ البارحة. شكرا. لدينا تمرين. مطلوب منكم أن ترجعوا بنفس الترتيب الذي كنتم فيه قبل قليل. أصحاب واحد، أصحاب اثنان، أصحاب ثلاثة، تذكرتم هذه الفرقة. ستبحثون عن أصدقائكم. لكن الآن سوف نعطي طريقة أخرى ليس بالأرقام. هذه الطريقة سوف نقوم بالشكل التالي. نعطيني متطوعين. تفضل أستاذ. ستخرجون ولكن لا تسمعون. شكرا. لا تسمعون. ابتعدوا. سوف نتفق على أن هذه المجموعة من هنا إلى هنا نسميها جبن. تعرفون جبن؟ تقولون جبن. جبن خماج. جبن. أنتم من هنا إلى هنا كاملة جبن. أنتم من هنا إلى هنا تقولون تبن. تعرفون تبن؟ برسيم. تبن. تعرفون التبن؟ لا، التاء والباء والنون. تبن. تعرفون التبن؟ ما يأكله الحيوانات. تبن يؤخذ من الزرع. إذن أخبرهم كي يعرفوا. قلنا تبن لأنه قريب من جبن حتى تختلط عليهم الأمور. إذن تبن جبن. أنتم تقولون لبن. لبن. تعرفون لبن؟ نعم. إذن جبن تبن لبن. لكن سنقولها في نفس اللحظة. واحد اثنان ثلاثة. كلنا في نفس اللحظة وبصوت مرتفع. واحد اثنان ثلاثة. لا، قلوها بصوت واحد حتى تختلط عليهم الأصوات في نفس الوقت. لا لا، ليس كل فرقة في نفس الوقت نتكلم جميعا. واحد اثنان ثلاثة. فهمتم؟ لا تعيدها. أنت قل فقط لبن. قلت لبن ثم تبن ثم جبن فقط. واحد اثنان ثلاثة. لا صافي، لبن فقط. أنتم لبن، أنتم تبن، أنتم جبن. اسمها فقط. واحد اثنان ثلاثة. سوف نخدعهم.
السلام عليكم. إذا حضرنا الشيخ الرائع المغوار، الآخر ينتظر لأنه سوف يكون في المرة القادمة. هذا الأستاذ أخبرنا سابقا بأن لديه أذنان حديديتان يسمع كل شيء، دبيب النمل في الأرض وفي الأصقاع، وهو صاحب قصتي ودود نوعان. مرحبا. هؤلاء الإخوة كل فرقة سميناها باسم سوف ينادون بأسمائهم مرة واحدة، وأنت ستعرف كل فرقة باسمها. سعد، تحياتي. واحد، اثنان، ثلاثة. من أطفاء الأنوار؟ ممكن أن تتحرك، خذ راحتك، استمع، نعيد. واحد، اثنان، ثلاثة. نعطيه فرصة ثانية. اثنتان. واحد، اثنان، ثلاثة. استمع لهذا إنه يخطئ. واحد، اثنان، ثلاثة. ماذا سمعت؟ تعرف الجواب بعد قليل. أقلت لكم إن بصره حديد وسمعه حديد. مرحبا. وها هو الفارس المغوار يتقدم. تفضل يا أستاذ، لدينا تمرين. لماذا تضحكون؟ يضحكون لأن العملية كانت ممتعة قبلك بقليل. نعم. كل فرقة سميناها باسم، اسم جميل يليق بها. كل فرقة ستنادي وتخاطبك باسمها، أنت عليك أن تعرف اسم كل فرقة. واضح؟ الظاهر أنه سوف يعرف الجواب. مرحبا. إن عرفت المجموعة فانضم إليا. يجب أن تسمع الأسماء جيدا. واحد، اثنان، ثلاثة. ماذا سمعت؟ هناك جلبة، لم تسمع شيئا. نعم. واحد، اثنان، ثلاثة. نعطيه فرصتان، ممكن أن تتحرك وأن تنصت. ممكن خذ راحتك، تحرك وأنصت للباقي. واحد، اثنان، ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة. لم تسمع شيئا، لم تسمع لبن فقط. شكرا. إذا هذه المجموعة من هنا إلى هناك اسمها جبن، جبن، وهنا إلى هنا تبن، وهنا إلى هنا لبن. فنقول واحد، اثنان، ثلاثة. مرة واحدة، جبن، تبن، لبن، فلا تسمعوا شيئا. إذا الإخوة رقم واحد لوحدهم، رقم اثنان لوحدهم كالصباح، حتى نصل إلى رقم ستة، الفرقة المشاغبة التي فيها ستة، أكثر من ستة. اتفقنا؟ التمرين ما هو؟ لدينا مهام المدير كتبناها، رحتموها. سوف نأخذ كل مهمة ونكتب أمامها أين توجد في وظائف الإدارة. مثلا تنظيم ملفات المدرسية، ماذا نكتب أمامها في وظائف الإدارة؟ التنظيم. إعداد لوائح الموظفين، التنظيم، لأنها ليست تخطيط، هي تنظيم. إعداد البرنامج المراحل التعليمية،
تخطيط تخطيط لاحظتم؟ نعم. إذن انتشروا والأرقام السابقة التي كانت في الصباح. ست دقائق وتعودون إن شاء الله. شكرا. سبق بعض النقاط ممكن أن تكملوها في البيت، لكن الهدف من التمرين بسيط، هو أن تفهموا بأن وظائف الإدارة هي أهم ما لدينا كمدراء، ومن وظائف الإدارة نستنبط مهامنا الإدارية، ومن الضروري أن نعرف كل مهمة ما علاقتها بوظيفة من وظائف الإدارة فقط دولة. ثم إن سألكم سائل ما هي المهام التي تقوم بها كمدير، ستقول له إن أردت التفصيل أعطيك المهام، وإن أراد الإجمال ماذا تعطيه؟ الوظائف. أقوم بخمس أشياء: تخطيط، تنظيم، متابعة، والتقويم. جميل. التقويم يحتوي على معنيين هما التقييم والتقويم. التقييم إعطاء قيمة، والتقويم معناه هو التعديل أو التصحيح. إذن هذا كل ما يتعلق بمهام المدير. إلى حد الآن في الفترة الزوالية درسنا وظائف الإدارة ومهام المدير. الآن آخر نقطة ونختم إن شاء الله تعالى، هي مواصفات المدير. يعني ما هي الصفات التي يجب أن تكون في المدير؟ تذكرتم في الصباح حينما خلطتم المهارات مع الوظائف مع المهام مع الصفات، الآن نفصل كل شيء لوحده. في رأيكم ما هي صفات المدير؟ ما هي الصفات التي يجب أن تكون في المدير؟ شكرا. لإخوة هناك شاركونا رجاء أي فكرة، ليس المهم أن تصيب، من الخطأ نتعلم الصواب. قولوا أي شيء. أستاذي أريد أن أسمع صوتك. قدوة حسنة. أي فكرة أي فكرة، تفضل أستاذي. أي فكرة أنت أي فكرة، خذ راحتك. أي فكرة أي صفة. أمينا، صوتك جميل، نريد أن نسمعه يا أستاذ، أن يكون أمينا ناجحا، ناجحا في وظيفته، له خبرة خالصا لله عز وجل، حليما، جميل. الحلم مطلوب في الإدارة، معترفا بالأخطاء، جميل، صبورا، ممتاز، متيقظا فعلا أو يقظا، جميل، الكمال لله طبعا حال. ها القدرة، قدوة، صاحب رؤية، هذه مهمة. نعم، أن يتشاور، لديه روح القيادة، جميل، ممتاز، كلامكم لا غبار عليه. حاولت أنا أن أجمع ما قلتموه في ثلاث نقط. فنقول بأن من مواصفات المدير هناك مقومات البدء والانطلاق، أشياء قبل أن يبدأ في الإدارة يجب أن تكون فيه. هناك صفات لا يمكن لأي شخص أن يطأ قدمه الإدارة وهو ليست فيه. ثم هناك مقومات الإتقان، أشياء
ولو لم تكن فيه فإنه سوف يتعلمها مع الممارسة وهي ستتقن عمله لا ضير. وهناك أشياء تسمى مقومات الاستمرار. لكي يستطيع المدير أن يستمر في مهمته يجب أن تكون فيه مجموعة من الخصال. إذن الخلاصة: مقومات البدء والانطلاق، مقومات الإتقان، ومقومات الاستمرار. مقومات البدء والانطلاق اخترت لكم أربعة. أولا العلم، يعني التخصص، أن تكون عارفا بتخصصك بشكل كبير جدا. وتخصصك ماذا هو؟ الإدارة. ثانيا أن تكون كما قال الإخوة، أن تكون قدوة، أن تكون لديك الخبرة. ثم الثقافة. معنى الثقافة؟ الثقافة حتى تنهوا أنكم تكتبون، الثقافة كما يقولون أن تعرف شيئا واحدا عن كل شيء، شيء واحد عن كل شيء. ثم أن تعرف كل شيء عن شيء واحد، ألا هو التخصص. فكرة واضحة. لكي تكون عندك هذه العملية عليك أن تعمل بقاعدة 50/50. ما معنى 50/50؟ يعني أن تقرأ 50 في الشهر، 50% تخصص و 50% ثقافة عامة. فهمتموني؟ بمعنى آخر، لكي تكون مديرا ناجحا عليك أن تقرأ كثيرا، وفي كل شهر عليك أن تقرأ كتابين. إن لم تستطع في شهرين كتابين، الكتاب الأول في التخصص في الإدارة والكتاب الثاني في الثقافة العامة، وبالتالي سيكون لديك معلومات كثيرة عن شيء واحد ألا وهو التخصص، وتكون لديك نتف معلومات قليلة عن أشياء كثيرة ألا وهي الثقافة العامة. إذن هذه مقومات البدء والانطلاق. مقومات الإتقان: كي تتقن عملك بشكل سليم جدا يجب أن تكون فيك صفة الدقة، أن تكون دقيقا، دقيقا في الأشياء. ثم أن تكون فيك صفة المهنية. معنى المهنية؟ حتى تنهي الكتابة. مرحبا. إذن الدقة مفهومة، المهنية مفهومة أم غير مفهومة؟ غير مفهومة. مزيان. المهنية يعني أن أقوم بمهمتي على أكمل وجه من دون أن أدخل اعتبارات أخرى. مثلا من عدم المهنية أن آتي إلى العمل وأحمل معي مشاكل البيت وأضرب الطلاب لأنني غضبان، عندي مشاكل مع الزوج ولا الزوجة ولا. فهمتم؟ من عدم المهنية أن هذا أستاذ وأنا مدير، هذا أستاذ لا يعجبني شكله فلا أتعامل معه بشكل جيد، هذه ليست مهنية.
من عدم المهنية هذا أستاذ مشاغب وأنا مدير. من المهنية ولو أنه مشاغب أتعامل معه بجميع طرق الإنسانية والأدبية كيفما كانت وأطبق القانون. من عدم المهنية لا أسلم عليه ولا ألتقي به ولا ولا. فهمتم الفرق بين المهنية؟ نعم. الجمالية لكي تتقنوا أعمالكم بشكل كبير جدا تكون الجمالية في كل شيء، في اللباس، في الكلام، في المكتب، في الحوار، في التواصل مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام هناك حديث نبوي شريف: إن الله جميل يحب الجمال. ونحن أمة معروف عليها بأنها يجب أن تكون من أجمل الناس ومن أجمل الأفراد ومن أجمل البشر، لأن بالجمالية تنفتح الأسارير والنفوس إلى غير ذلك. التنظيم، المدير من صفاته يجب أن يكون إنسانا منظما، والتنظيم يكون أولا على مستوى الأفكار، تكون أفكاري منظمة، يكون تصرفي منظم، قراراتي منظمة، مكتبي دائما منظم، كل شيء في مكانه. شخص اسمه إدوارد دي بونو هذا إيطالي يعلم التفكير، يقول أنه دائما حينما يدخل إلى البيت يضع المفاتيح في مكان معين والنقود في مكان آخر، فحينما يضيع المفتاح يعرف بأن أحد ما أخذ المفتاح، لأنه يوميا يضعه في هذا المكان يوميا. أنا عندي تقنية بسيطة في الإدارة. حينما كنت مديرا كنت دائما عندي مكان هنا ومكان هنا ومكان هنا في المكتب، الأشياء التي لازلت أتدارسها هنا، الأشياء التي انهيت منها وسوف تخرج وأسلمها لأصحابها أوراق تكون هنا، الأوراق التي لم أرها بعد تكون هنا. فحينما يقول لي موظف لقد أعطيتك تلك الورقة، أبحث هنا وهنا وهنا، غير موجودة، إذن غير موجودة. فهمتم؟ وإلا أحد ما أخذها. حينما تكون منظما تكون أكثر تحكما وتضبط أمورك بشكل جيد. التواصل، لكي تتقن عملك بشكل جيد يجب أن تكون متواصلا جيدا، ولدينا غدا حصة خاصة بالتواصل، سوف نتعلم كيف نتواصل مع بعضنا البعض، مع الطلاب، مع الآباء، مع الأمهات، لأن لكل مقام مقال. أخيرا الموضوعية، الموضوعية ضد الذاتية. الذاتية هي أن هذا الشخص لم يتعامل معي بشكل جيد، أنا كذلك لا أتعامل معه، إذن أدخلت ذاتي في الموضوع. الموضوعية هو أنني أتعامل معه بشكل عادي ولا أدخل ذاتي، أي لا أنتصر لنفسي. الذاتية هو الانتصار للنفس، الموضوعية هو الانتصار للأهداف. فهمتموني؟ فمثلا وقع شنآن أو مشكل ما بيني وبين الأخ، أنا مدير وهو أستاذ، من الموضوعية أن أتعامل معه عادي. عدم الموضوعية بأن أكتب تقريرا سلبيا عنه، أنا غير موضوعي بهذه الحالة. كي أشرح الموضوعية سأشرحها بقصة طريفة. تعرفون قبل القصة أي خانة تدخل هذه العملية؟ المتابعة. قبل المتابعة هو أو من ينوب عنه كتب اللائحة، أين تدخل؟ تنظيم. قبل أن يكتب اللائحة فكر فيها وقرر أنها يجب أن تكون لائحة. تخطيط. تحياتي، أنتم رائعون جدا، شكرا لكم. إذا نبقى عند الموضوعية، بس في
هو يقولون داخل كل إنسان كبير طفل صغير، هذا أمر عادي. تعرفون ابن الجوزي؟ تعرفون ابن الجوزي؟ نعم تعرفونه. نعم ابن الجوزي هذا لديه كتاب، تعرفون كتبه؟ صيد الخاطر، جميل، و تلبس إبليس، ولديه كتاب آخر اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، جميل. في باب يتعلق بأخبار الحمقى والمغفلين من المعلمين، ليس أنتم، أنتم رائعون، هم المغفلون الآخرون. أخبار الحمقى والمغفلين من المعلمين، فذكر أنه في مرة من المرات مر الجاحظ، تعرفون الجاحظ؟ على ذكر الجاحظ، لماذا سمي جاحظا؟ لجحوظ عينيه، كانت عينيه بارزتان، لأنه كان يقرأ الكتب لدرجة لا تتصور، حتى جحظت عيناه. ويقال أن يحكى أن حينما مات سبب موته ماذا؟ سقطت عليه مكتبته، نصي بالقراءة، ليس ولكن ليس كالجاحد حتى لا تسقط عليكم المكتبة. فمر الجاحد مرة، مر الجاحد بأحد معلمي الصبيان، معلم الصبيان يعلمهم القرآن، فسمع الجاحد أحد الصبيان يقول، يقرأ من خلال اللوح الذي كتبه له معلمه، المعلم يكتب لهم في اللوح آيات من القرآن كي يحفظوها. الجاحد مر فسمع صبيا يقرأ من اللوح، يقرأ كالتالي: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. خلط له ثلاث صور في مع بعضها، فقال له: يا هذا، أنت تخلط الصور مع بعضها؟ قال له: نعم، إن كان أبوه يخلط شهرا في شهر فأنا يدخل شهرا في شهر، فأنا كذلك أدخل صورة في صورة، فلا أبوه يستفيد ولا ابنه يستفيد ولا أنا أستفيد. هذه ضد الموضوعية، أنا قلت هذه الحكاية كي نشرح منها الموضوعية. إذن هذه مقومات أو مواصفات الإتقان، الإتقان. يعني أليس ألا يكون هناك نوع من التداخل في الموضوعية والمهنية؟ نستطيع أن نقول أن الموضوعية جزء من المهنية، المهنية هي أشمل. شكرا لدقتك وتمحيصك. الآن مقومات الاستمرار، كي تستمر أنت كمدير في مهمتك عليك بأربع أشياء، أربع أشياء جميلة جدا وبعضكم ذكرها، أنا فقط جمعتها بهذه الصيغة. شكرا. إذن من مقومات الاستمرار الصبر، كما ذكر أحد إخوة هنا، على المدير أن يكون صبورا، والحلم شيء أكثر من الصبر.
لأن المدير يتعرض لضغوط يومية، مشاكل يومية، فيحتاج لكي يكون هادئا في عمله أن يكون صبورا. التكوين المستمر لكي تستمر في مهنتك وتجدد وتبدع وتبتكر أشياء جديدة وتحسن العمل وتكون لديك جودة، يجب أن يكون لديك تكوين مستمر. والتكوين المستمر يكون عن طريق تكوين ذاتي أو دورات تكوينية مثل هذه. الأمر الثالث الهدوء. من الضروري للمدير أن يكون هادئا. حينما تكون هادئا تمشي الأمور باتساق، حينما تكون متوترا تكون سبهللة وأي شيء يزعجك ويثيرك، فلن تكون إنسانا هادئا وناضجا. الهدوء أمر أساسي جدا في عمل المدير. أي إشكال أبسطه أسهله، أخذ راحتي في التفكير، ثم أتخذ القرار وأعزم وأتوكل على الله. الأمر الآخر هو التركيز. المدير شخص مركز. لماذا؟ لأن رأس ماله هو دماغه. رأس مال المدير دماغه. رأس ماله طريقته المنظمة في التفكير وكيف يدير ذاته والعالم من حوله. إذن يجب أن يكون شخصا مركزا على ماذا؟ على الأهداف، مركزا على وظائف الإدارة وعلى الأهداف التي يجب أن ينجزها حتى يكون منجزا. يركز على الإيجابيات لا يركز على السلبيات. كي أشرح لكم التركيز بشكل كبير جدا وتعرفون قوة التركيز، هذا المصباح الذي هناك درجته نقول 100 واط مثلا، أو لا 20 واط، أو لا 220 فولت مثلا. طاقته مشتتة فتضيء هذا المكان الفسيح. الآن نأخذ نفس الفولتاج 220 فولت مثلا ونضعها في أشعة الليزر. أشعة الليزر نفس الفولتاج 220 فولت، لكن هل الطاقة مشتتة عند في أشعة الليزر؟ طاقة مجمعة، مجمعة، لأنها لا تضيء. لو كانت مفرقة لا أضاءت، هي مجمعة لا تضيء. لكن ماذا تفعل؟ تقطع. أشعة الليزر تقطع الحديد، خشب، يد، أي حاجة تقطعها. هذه هي قوة التركيز. حينما تركز لا تقطع لكنك تنجز. فهمتم؟ والإنجاز يعطيك قوة، يعطيك عمل متميز إلى غير ذلك. فرجاء ركزوا جيدا على أعمالكم، على أهدافكم، على تواصلكم. ركزوا على الإيجابيات، ابتعدوا عن السلبيات، وستكونون أحسن وأجمل. وهذه هي كلها مقومات أو مواصفات المدير التربوي. قلنا مواصفات المدير التربوي كم؟ ثلاثة. هي بدو الانطلاق، الإتقان، والاستمرار. ثلاث أشياء. إذن ماذا درسنا اليوم من الصباح إلى الآن؟ درسنا خصائص الإدارة ومميزاتها، درسنا تاريخ الإدارة، ليس كذلك؟ وبعد تاريخ الإدارة درسنا مواصفات المدير، مش ليس مواصف المدير، درسنا وظائف الإدارة التربوية، ثم مهام المدير، ثم مواصفات المدير. هذا كل شيء هذا اليوم. سوف نختم كالعادة بقصة اليوم. قبل أن نختم بقصة اليوم سأوزع عليكم الورقة. لا اتركوها، سنشتغل بها الغد إن شاء الله، ليس الآن. إذا نستمع. قصة الصباح كانت حول ماذا؟ صاحب البستان الذي في الأخير أنجب ابنا اسمه عبد الله بن المبارك. جميل.
الآن سوف نقرأ قصة أنت النسر والخنزيرة. بنت أنت نسر عشا على شجرة وفقست فيه صغارها، وجاءت خنزيرة برية بجرائها تحت الشجرة، فكان كل من أنت النسر والخنزيرة يغيبان بعيدا وراء فرائسهما وتأتيان بها إلى صغارهما، فعاشا مدة في حسن جوار. جاءت هرة عجوز فوضعت خطة للقضاء على جراء أنثى النسر وجراء الخنزيرة، على فراخ أنثى النسر وجراء الخنزيرة. فجاءت القطة إلى أنثى النسر وقالت لها في أذنها: من الأفضل أن لا تطيري بعيدا أيتها النسر، احذري من الخنزيرة، إنها تحفر دائما أسفل الشجرة وفي خشاش الأرض. معروف أن الخنزير يحفر دائما في الأرض، لذلك تم اختياره في هذه القصة. إنها تخطط لمؤامرة شريرة لتكسر جذور الشجرة. جذور الشجرة، لاحظتوا؟ قامت بالوشاية كاذبة. ثم ذهبت القطة العجوز إلى الخنزيرة وقالت لها: أيتها الخنزيرة، ليست لديك جارة طيبة، فإني سمعت أنثى النسر تقول لفراخها: يا فراخي العزيزة، سأطعمكم خنزيرا صغيرا لطيفا، فما إن تذهب الخنزيرة حتى آتيكم بخنزير رضيع. يعني أخبرت هاته بأن الأخرى ستأكل فراخها وبأن الأخرى ستأكل جراءها، وهذا هو المشاء بالنميمة والمغتاب. ومنذ ذلك الحين لم تعد أنثى النسر تطير خلف الفرائس خوفا على أبنائها، ولم تعد الخنزيرة تذهب إلى الغابة كذلك خوفا على خرافها على جرائها. فهلكت فراخ الأولى، أي ماتت فراخ النسرة، وجراء الثانية، ماتت الفراخ الصغيرة وماتت الجراء الصغيرة، لأنها ماتت بسبب ماذا؟ الجوع. أما الكبار فيصبرون. فتغدت عليهم القطة جميعا. ماذا نستفيد؟ هذه قصة ليو تولستوي من الخرافات. نستفيد بأنني كمدير لا أستمع لأحد، لا أستمع للوشايات. أنا عندما كنت مديرا فكانت تأتي عندي معلمة أو معلم يقول لي إن فلان قد فعل كذا وكذا، أقول لهم: لا تقولوا لي شيئا، أنا لا أريد أن أبحث عن المعلومات، ستأتي المعلومات إلي لوحدها. فتمر الأيام وتأتي المعلومة لوحدها، لأن من قال لك قال عليك، ولأن النميمة تفسد الود والأعمال. ثم لأنني أنا أعمل ليس بنظام الجواسيس، أنا أعمل بنظام إداري مضبوط، واضح؟ إذا لا تقبل الوشايات فإنها تفسد التواصل وروح الفريق بين العمل بين الموظفين، ثم تجعل منك شخصا ضعيفا ولا تشتغل بالمبادئ. فأهم شيء هو المبادئ. المعلومات ستأتيكم طواعية وستوظفونها بشكل إيجابي، ومن أخبركم بمعلومة معينة قل له: رجاء من فضلك في المرة القادمة لا تخبرني بأي شيء. شكرا لكم، كان هذا كل شيء. أتمنى أن لا أكون ثقيلا عليكم، أتمنى أن تكون الحصة مفيدة وممتعة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على 7:30 مع حصة خاصة بالتواصل والتحفيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.